حاجه، ثاني حاجه دايرين لما تزيروا النشيد ما تجيش تغني لي اغنيه نتاع انفصال، هذه فوتوه، هذه كاين ديريكت واحد يهضر لهم مره مدير الرسالة. ثاني حاجه البطال اللي راه يعاني، هذا البطال اللي راه يعاني عنده حق في الكلمه، اللي بادر يا جماعه مثلا دار مبادره على واس، لانه هو اللي هو المبادر ان يجي ننفعه، مش نجي احنا صح راكم كاع بحسن نيه، والله كاع نعرفكم بحسن نيه، بصح راكم طحتوا في فخ فرق تسد بطريقه غير مباشره، ما كانش اللي اسمع، اسمع لي اسمع، درك احنا الهدف تاعنا يا قدوه ان نمروا رساله انه الاقواط يا عدى بها اطول تاريخ تاع مقاومه شعبيه وتاع ناصر بن شوي راه امتدت حتى للشمال، يا ما يجيش حتى اللي تقول لي اغواط انفصال. اول ايه حاجه ثانيه واش رانا رايحين نقولوا، الاقواط اللي هذه بها تاريخ وبها رجال ياك، علاه ما عندناش حق بوزاريه؟ علاه ما عندنا ما زباله المدراء التنفيذيين؟ هما كي شافونا توحدوا الاقواط ب 24 داروا سياسه طحنا بالفخ بطريقه غير مباشره، يا جماعه ناس ناضت على قضيه نعاونوهم، ما يهمنيش انه شان وما يعرفش يهضر ولا اللي قابلته فيها. شوف النبي صلى الله عليه وسلم الرسول تلقى الانتقاد، وما بالك واحد ما يتلقاش الانتقاد، لابد كاين الانتقاد، بصح وشيني نحو الانتقاد، رانا في مرحله نحو الصراعات، نحو الخلافات، نحو الانتقادات، نعطوا صوره واضحه للجزائر ونقولوا لهم خذ حذرك، يا اللي راك الفوق ويا اللي راك هنا حقق لي مطلب لي، مش نتسول فيك ولا هذا حقي، مانيش نقول لك انا اسمح لي، مانيش نقول لك انا نطالبك مشاكل سياسيه ونروح نخوض في غمار نحن في غنى عنها، مش نجي نقول لك اسقاط النظام ولا يا خويا انا الحراك هذا مشاكل اجتماع، نحوس على الكرامه تاعي، نحوس انايا حصر ملكي ندخلها، ما يجيش واحد يجي بلا توريزاسيون يدخل وانا بالتوريزاسيون نحوها، نحوس عندنا اطارات ورجال يحملوا حقائب وزاريه، يكونوا ولاد، يكونوا رؤساء دوائر، يكونوا اي مهم كادر، يا بصح هذه باش تنجح، والله ما تنجح في السياسه، وكان نتوحدوا معليش انت الخليفات، على واش احنا 60 جمعيه كي زكاتنا، واش قلنا؟ كنا احنا شاينين في نيتنا، كنا رايحين نقولوا ما ديرليش اسم جمعي، واش قال؟ قال لك يا خويا انا ما انا جاي نساندوك لا شعار جمعيه الاول، كي شفناكم توحدوا رانا معاكم في الميدان ولا جمعيه الاول، على واش؟ خافوا منها يا جماعه، خافوا ان نتوحد، قدوه نتوحدوا، ما يهمكمش انه انتم اللي فاهموني درك، يهمكم انه المطالب توصلوا صوره واضحه ولا الاشخاص؟ اللي يهمه الاشخاص والله ما تشبع بقضيته ونيته شينا، نيته شينا، صلوا على النبي يا جماعه، دايرين جماعه قدوه ما شاء الله، ما كانش اللي يهضر على السياسه، احنا ما رضاوهاش، احنا ما رضاوش نحطموا بلادنا، احنا ما رضاوش ندنسوا بلادنا، احنا ما رضاوش نخربوا ولايتنا. انا كي نسكر تفسد لي لابوست، انا الخاسر فيها، انا نستفاد، كي نسكر سبيطار يهضر، انا واعيين فيها. بصح يا جماعه درك طالعين طالقين واحد بالقصف يهضر على البطاله اصطدم ما يهضرش، على واش ترفعوا مش واحد؟ درك على واش ترفعوا مش واحد؟ نقول لك علاه، كي يهضر واحد ديال جي شويه صامت، يا اسمع لي، يا كي يهضر واحد جي شويه صامت، كاين اللي عنده واحد اسلوب الترغيب، كاين اللي عنده اسلوب الترهيب، كاين اللي يعلي صوته وكاين اللي يرطب شويه، لازم نديرو مدسيه يخلى، مش تدير له واحد يهضر يهضر، لازم تعطيها صبغه يا كونه اسمع حضاريه، واحد يسمع، واحد يعطيك في المطالب، واحد يعطيك في المطالب الاجتماعيه، واحد يعطيك في تنميه الجنوب، واحد يعطيك الدرس الوطني، يعطوا له الصوره على الدرس الوطني، هذه هي، والسلام عليكم يا جماعه.